صباحك أنت وجميع الزملاء بهذا الربط المباشر. أنتقل مجددا إلى ضيفاتي هنا داخل الاستوديو عبر نافذة يوم جديد، ونتحدث عن مبادرة بشكل مؤسسي بدأت كبادرة وأصبحت الآن كجمعية تعنى بالعمل التنموي، تحديدا بمبادرات متعددة فئات عديدة مستهدفة. ضيفاتي الكريمتين طبعا ضياء العمايرة ورزان السيد. بدأت من نائب الرئيس، بالمناسبة رزان السيد أنت رئيسة هذه الجمعية والمبادرات العديدة. خير بذرة خير، أنا بدي أستكمل من خلالك. جمعية خير لبذرة خير، جمعية خير لبذرة خير، جميل جدا. ونائبة الرئيس ضياء العمايري، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن سمحت لي بدأت معك بالتقديم، أبدأ مع رئيسة الجمعية والمبادرة أيضا رزان السيد. نتحدث عن ماهية التأسيس للسادة المشاهدين، عن فكرة المبادرة حتى وصلت إلى هذه الجمعية والمبادرات العديدة. خير لكل بذرة خير، تفضلي رزان. شكرا كثير لكم، وخاصة لكم على هاي الاستضافة الرائعة، على فتحتونا فرصة لنحكي عن مبادرتنا وجمعيتنا. هلأ بداية، نحن بال 2012 أسسنا مبادرة كأي مبادرة شبابية، كنا نتطوع ونشتغل مع هيئات مع مؤسسات، لكن حبيت أنه نخصص جزء ونحن اللي نشتغل بإيدينا بهاي المبادرة، فاخترنا اسم بذرة خير، لأنه أي شيء بتعمله لازم يبلش بالبذرة لحتى تنبت وتصير شجرة. ونحن اليوم بلشنا خطوات وننتظر الحصاد بعد ذلك بالمناسبة. نعم، انت حدثت عن البذور على وجه التحديد. نعم، فبلشت فكرة المبادرة بطلاب شباب الجامعات بال 2012، اشتغلنا لحد 2017 كمبادرة شبابية، تعاوننا فيها مع كثير جهات وهيئات لحتى نقدر ننفذ الأنشطة على أرض الواقع، من خلال تعليم يتيم، من خلال حملات تبرع بالدم، من خلال توزيع كسوة، من خلال العمل برضو مع اللاجئين، وكمان اشتغلنا مع منظمات متعددة، مع قنوات إعلامية، وتم تغطية هاي المبادرات كافة، وحصلنا من خلالها على أفضل مبادرة هي يوم طبي مجاني ببرنامج كلامنا واعم على MBC، كانت مختصة بحملة طبية كبيرة بمنطقة الغور الصافي. جميل، إذا أنشطة متعددة. إن سمحت لي أنتقل إلى زميلتك نائب رئيس الجمعية ضياء العمايرة. تحدثت رئيس الجمعية رزان السيد نشاطات متعددة بدءا من فكرة التأسيس وصولا إلى هذا العمل المؤسسي، تقديم الإعانة، المساعدات، المشاركة، التوعية أيضا بنفس الوقت بشكل عيني، قد يكون أيضا بجمع تبرعات عديدة كما تفضلت الرئيس. الآن مدى الاستجابة ومدى التأثير بما يتعلق بهذا العمل التراكمي والمتواصل من خلالك ضياء؟ هلأ اللي صار إنه إحنا أسسناها بال 2017 كجمعية، بس واجهنا صعوبة إنه إحنا كشباب لسه بداية تأسيس، وإحنا لسه ما كملنا سنة كاملة على تأسيس الجمعية. هذا قد يكون من أبرز التحديات الذي واجهنا. أيوة، بس يعني صار عندنا نشاطات خلال السنة هاي كاملة، إحنا إن شاء الله كمان شهر منكمل سنة، صار عندنا نشاطات كثيرة، فناس كثير بيستغربوا إنه كيف هاي النشاطات إحنا كبداية تأسيس وكشباب، هي من رئيستها لأصغر ناس كلياتنا شباب، فكيف إنه هاي الجمعية قدرت توقف على رجليها، قدرت تكمل تعمل النشاطات هاي كاملة. لن أتحدث عن الجندر بالمناسبة، يعني أعداد المنتسبين أو أفراد هذه الجمعية، لكن أيضا الذكور لهم مكانة وحظوة أيضا لديكم بهذه الجمعية، كون الرئيس ونائب الرئيس يعني على نسبة الذكور أكثر من نسبة الإناث عندنا. جميل، هذا من باب تمكين المرأة بالمناسبة، ومن باب أيضا موضوع تعزيز القيادة. رزان، ضياء، السادة المشاهدين، نشاهد الآن بعض الصور لبعض الفعاليات والأنشطة التي قامت بها الجمعية وأيضا المبادرات العديدة كما ذكرت رزان السيد رئيسة جمعية بذرة خير. نشاهد الآن أعمال تطوعية، أعمال تنموية، حقيقة الفئات المستهدفة مختلفة، قد يكون بعض الأسر أيضا العفيفة أو الفقيرة، الطلبة، فئات أيضا
أيضا في بداية العمر المدارس بشكل مباشر. رزان نتحدث، أنت تشاهدي معي الآن يعني نشاطات عديدة أنتم قمتم بتنفيذها ومن خلال شراكات عديدة، قد يكون لديكم شركاء أيضا ولا يمكن أن تعملوا بشكل منفرد، نتحدث من خلالك بهذا الشأن. أكيد يعني المبادرة ما بتقوم بشخص واحد، فأكيد لازم يكون في تعدد. نحن مثل ما حكت ضياء أنه واجهنا صعوبة كمبادرة وكجمعية من خلال تقديم الدعم لنا، لكن نحن الحلو عنا أنه بالمبادرة وبالجمعية أنه نحن بنستقطب كافة شرائح المجتمع، وبنستقطب برضه الشباب مش فقط الأردني، من كافة جنسيات اللي موجودة داخل الأردن، هي متاحة للجميع للانضمام إلى هذه الجمعية والمبادرات. الآن ما هو جديد جمعية بذرة خير من خلال نائبة الرئيس حتى نكون منصفين يعني بالحق؟ تفضل. هلا إن شاء الله إحنا شغالين على موضوع برنامج تدريب للشباب، رح يكون مدته شهرين لشهرين ونص، رح نعطي تدريبات للسوق العمل. إن شاء الله منحاول إنه نأخذ زي دعم أو بعض تعاقدات بينه وبين بعض الشركات والمؤسسات، بعد التدريب هذول الشباب إنه يتم تعيينهم في المؤسسات والشركات. جميل جدا. مدى التأثير رزان يعني قبل الختام من خلال هذه الإضاءة، كيف لمستي الآن على واقع المجتمعات المحلية، الفئات المستهدفة، من توجهتوا إليهم أيضا بنفس الوقت؟ هلأ نحن استهدفنا كافة شرائح المجتمع واستهدفنا العديد من المناطق، حاولنا نوصل للمناطق المهمشة من ضمنها منطقة الغور الصافي اللي بتعاني من فقر جدا، فاستهدفناهم بأكثر من مبادرة ووصلنا الرسالة تبعتهم، ونحن في فيديو برضو عملناه عن هذه المنطقة قديش هم بحاجة، فحسنا لمسنا فرق كتير كبير من خلال الأشياء اللي عم نقدم لهم إياها. وكان قبل فترة برضو عنا نادي صيفي للأطفال الأيتام داخل مقر الجمعية، فاستهدفنا فيه الأطفال الأيتام من خلال تمكينهم وتدريبهم وتعليمهم رياضة، حرف يدوية، دورات الإنجليش، يعني حاولنا أنه ننوع لحتى أنه الأطفال هذولا ننشئهم من صغرهم أنهم كيف يحبوا العمل التطوعي يأثروا بالمجتمع. جميل. ضياء، أبرز الشركاء من ساندوا وساعدوا جمعية بذرة خير من خلاله؟ متطوعينا الشباب في نفس المؤسسين الجمعية، يعني هذول الشباب هم اللي ساعدونا. أما بالنسبة لشركات وهي منظمات مجتمع مدني مؤسسات، معقول يعني لا؟ هل توجهتم إلى أيضا إيجاد تشبيك على سبيل المثال مع مؤسسات سواء عامة أو مؤسسات مجتمع مدني؟ قدر يعني أكثر من منظمة، أكثر من مؤسسة، مصانع، وللأسف الشديد السبب أعود هنا إلى الرئيس. هناك أسباب واضحة على سبيل المثال. هلا نحن قدمنا لكل الشركات لكل المنظمات، لكن للأسف إنه في عنا أنه بعد يكونوا شركاء معكم. نحن لأنه لسه ما طبقنا السنة، فالكل كان الرفض إنه نحن بدنا جمعيات أو مؤسسات أو هيئات ليست عليها عمر حديثة النشأة كتير. يعني إنه يكون في استمرارية رغم الأنشطة الكبيرة اللي نحن عم نشتغلها. يعني خلال هاي الفترة اشتغلنا شغل يعني على مدار ممكن كتير جمعيات تمتد لسنوات لحتى تقدر تنجز هذا الشغل، لكن بنتأمل هي دعوة. أردت أن أوجه دعوة بطريقة غير مباشرة أيضا لمد يد الشراكة حقيقة والإسناد والعون إلى هذا العمل التنموي المجتمعي الذي يسلط الضوء أيضا على التنمية، على أيضا فئات مستهدفة عديدة ليس فقط بفئة عمرية محددة. لا نريد أن نكرر نفسنا. بكلمة أخيرة لرئيس مبادرة وجمعية بذرة خير رزان السيد، وبعد ذلك إلى نائب الرئيس بشكل مباشر. أكيد بوجه كل الشكر لكل الناس اللي دعمتنا وساندتنا، وخاصة متطوعينا وشبابنا اللي دائما حاضرين بكل فعالية ممكن تكون موجودة، وإن شاء الله على أمل أنه نلاقي دعم لحتى نستمر بالعمل اللي إحنا عم بنقوم فيه، ولأنه برضو عنا برامج كتيرة ومتنوعة لدعم الأمهات والنساء من خلال الأنشطة اللي عم بنقوم فيها داخل الجمعية ومن خلال المطبخ الإنتاج. جميل. تمكين المرأة هل سيكون حاضرا لديكم من رئيس إن شاء الله. المبادرة والجمعية ضياء العميري؟ أكيد بإذن الله تعالى إن شاء الله رح يكون عندنا برنامج للمرأة خلال السنة هاي. كمان بشكر أهالينا اللي متحملين يعني بالنسبة لأنه نطلع والأمور هاي كاملة. هم أبرز الداعمين أيضا. تحدثنا عن الداعمين والشركاء يعني أيضا بنفس الوقت. نتمنى لكم الخير ضيفاتي الكريمتين، لنا لقاءات كما أقول لضيوفي بإنجاز أيضا بأعمال متجددة من خلال هذا العمل التطوعي وأيضا من خلال هذا العمل التنموي. كل شكر لكم، نتمنى لكم التوفيق. أعزائنا المشاهدين بخير
ختام حلقتنا لليوم أشكر زملائي فريق العمل كافة، لن نخصص أحد بالذكر حتى لا يكون هناك عتب تحديدا، لكن محمد الرواد يعني أنا بدي أشكرك معد هذه الحلقة، اعذروني زملائي أيضا أبلا بلا عن حسنا كباقي الزملاء لدينا ببرنامج يوم جديد وأيضا بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، كافة الطواقم العاملة بمختلف المواقع عبر الشاشة الوطنية الأولى. كنا ولازلنا وسنبقى دائما وأبدا معكم ولكم منكم وإليكم بعطر الدحنون والشيح والقيصوم، محدثكم دائما مجحم العدوان، نلتقي بكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى. دمتم دائما بخير ودام الوطن بخير.